الاهتمام الأكبر لنجوم التمثيل حالياً مركز على إنجاز مسلسلات رمضان، ومثل كل سنة المنافسة بتكون كبيرة في مختلف الإنتاجات سواء الخليجية، المصرية، العربية المشتركة أو السورية. ومن ضمن الأعمال السورية اللي بتنافس في رمضان المسلسل الاجتماعي البوليسي عين الشمس، واللي بيجتمع في بطولته رشيد عساف، نادين خوري، صفاء سلطان، روعة ياسين وغيرهم. وهالعمل اللي تعاون على كتابته عدد من الكتاب هو من إخراج يزن أبو حمدة، ونحن قمنا بزيارة لفريق العمل بالكواليس قبل انتهاء التصوير، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. عم يشتغل بنفس فعلا غربي، عم يشتغل حتى بتحريك كاميرته بطريقه غريبه، بالتعامل مع الشخصيات، شخوص العمل يعني عم يتعامل كمان بطريقه غريبه، الكادرات مختلفه، في 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 شيء في في رؤيه كثير جميله عند الاستاذ يزن ابو حمداي. كثير حلو انه يلتقى مخرج عنده يعني لقطات جديدة، مدرسة جديدة، حلو الأبديت. ما صار قبل هالمرة للأسف، ما كنت عم بقدر يكون معه بأعماله، لكن هالمرة الحمد لله زبطت. مخرج شاب سينمائي عم بيشتغل بحرفية عالية وبيشتغل معنا بدق التفاصيل. أبوه الله يرحمه يعني من مؤسسين المسرح الفلسطيني، وأبوه فنان كبير، وهذا شيء جميل، فنان كبير وفرق البط عوام. فشفت له شوي من شغله وهلأ عم شوف طريقته بالشغل، قلت له هذا اللي عم تشغله أنت سهل ممتنع ممتاز. بهالكلام بيكونون أبطال مسلسل عين الشمس أجمعوا على رأي واحد يختصر حسن التعاون مع المخرج يزن أبو حمدة، اللي يبدو أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لعودة رشيد عساف للدراما السورية بعد غياب لعدة سنوات، والدور اللي اختار يعود فيه هو دور ضابط أمن. كثير من مشاكل المجتمع اللي لها علاقة بجنوح الشباب وهالقضايا هو معني فيها، وبالإضافة لأنه في مبدأ أنا الحكاية أنه تبين، بس هو عنده مشكلته الإنسانية أنه من 30 سنة فقد مرته وفقد ابنه، ما بيعرف وينه. هاي رح نشوفها بمسلسل أنه شو، لذلك هو ساكن هون بيت أهله. والشخصية هي جزء من العائلة اللي أيضا ضمن دين خوري. باختصار عم لعب شخصية ليلى اللي هي الأخت، وعندها أخوة، ثلاث شباب أخوة بأعمار متفاوتة، وهي اللي عم بحكي عنه العيلة، يعني أنه ما شفنا نحن الأخت وأخوات مع بعضها، وزوجاتهم كمان موجودين وأولادهم موجودين، فهي الحالة جميلة يعني. هون الأخت منشوفها صارمة، منشوفها كتير، وخاصة أنه هن عائلة أرستقراطية، هن عائلة كتير ثرية، يعني عائلة الشخصية ليلى اللي عم بلعبها، هي بتدور على كيف تقدر توفق بعلاقتها مع أولادها، علاقتها مع أخوتها، لأنه كمان مبنية على الاحترام والتقدير. وبين أخوتها يظهر تيسير إدريس في دور جذبه بقوة للمشاركة في العمل. إذا دوري ما لفت لي نظري إلي ما بشتغله، بعتذر، معروف عني هذا الشيء، بعتذر. اللي لفتني نظري بعين الشمس شخصية برهان اللي هو العراب، هو عراب العائلة، فيها شوية تشتت عم بيحاول يجمعها كلها، فكلمته نهائية يعني. ويبدو أن أول من بيسمع كلمته هي ريم عبد العزيز. الشخصية اسمها دلال، هي زوجة الأخ الكبير المتسلط اللي عم يعملها الأستاذ تيسير إدريس. مجموعة الأخوة توليفتها كتير حلوة، هي شخصية بتشبه نساء هذا العصر، هي بتحب زوجها كتير، بتنصاع لأوامره كتير، تهتم بحالها كتير، عندها بنت وربت له بنت من زوجة سابقة، بنت عندها حالة خاصة بتشوفوها بكرة شو الموضوع، فكتير إنسانية. والإنسانية صفة أيضا تتميز فيها الشخصية اللي بتأديها صفاء سلطان. هلا هي بتشبهني بنسبة 70%، فهي نسبة لا بأس بها من الشبه يعني. إيناس شخصية أنا بحبها كتير وعم بشتغلها بحب وبضبط من المخرج الأستاذ يزن أبو حمدة، لأنه أنا مرات بحط شغلات كتير مني ما لازم يعني تكون موجودة، فهو بيضبطها، بس هي فيها شبه كتير كبير مني. مسلسل ككل جميل، أكشن بوليسي، في قصص. أنا الخط تبعي للدراما مختلف شوي، حزين نوعا ما، بنفس الوقت في أكشن حلو. فطابع الأكشن البوليسي هو اللي يطغي على المسلسل المؤلف من 30 حلقة، واللي يركز على قضايا متنوعة منها تهريب الآثار والصراعات العائلية. وعن شخصية جوان الخضر بتتقاطع الكثير من الأحداث. دايم هو نتيجة زواج ما استمر، نتيجة انفصال الأب والأم.
حتما لما بصير هذا الانفصال بأي بيت بالعائلة رح يصير في تهشمات على المستوى النفسي سواء عنده ولا عند أخوه. هاي التهشمات رح يدفع ضريبتها لقدام، ورح يدفع ضريبة إن هو بالتبعية لمين، تابع لعائلة أمه ولا لعائلة أبوه، لأمه ولا لأبوه، شو بده أمه وشو بده أبوه، بعدين بالنتيجة شو هو بده وشو رح يعمل. والدراما اللي تنوعت أحداثها نجوم العمل وجدوا فيها انعكاس للواقع ورسالة يهمهم توصل للمشاهد. ما في خيار، لازم نحكي عن هدول الناس اللي عم يمشوا بالشارع وعم يأكلوا ويشربوا ويروحوا ويجوا، حالتهم الاقتصادية الاجتماعية الثقافية العائلية، لازم نحكي عن هدول الناس. مين بدنا نحكي عنهم؟ ما في أجمل من عمل بيحكي شيء بيشبهنا، ففيه كل شيء، دراما اجتماعية، مشاكل وهموم نحن منعرفها، بالإضافة للأكشن، للغموض، للسسبنس. الدراما شو هي؟ دراما إنك أنت عم توصلي رسالة، عم تعكسي صورة واقع، عم تعكسي صورة مجتمع. إحنا مسؤوليتنا نحمل رسالة ونقدمها. أنا مو بس مسؤوليتي أطلع على الشاشة ألبس وتمكيج وأعمل شعراتي ووقف، لا، أنا مسؤوليتي أقدم رسالة لأي صبية بتمر بظروفي. شو تعب هون اجتماعي بوليسي بطريقة جديدة وجميلة وعم بيتعرض لمشاكل الجنوح في المجتمع. هذا اللون لما بيلتحم الاجتماعي مع البوليسي لحاله خلاص خلق حالة تشويق عند المشاهد، والمشاهد بيحب هذا التشويق. ورشيد ليزيد من هالتشويق وجه رسالة خاصة للجمهور عبر كاميرتنا. بشكر انسايدر لأنه عبره عم نتوجه لجمهورنا ومنقول لجمهورنا خليكن معنا مع الأعمال المميزة، بس نقدم عمل ما كويس نبهونا. شكرا جزيلا وتحية لكم.